حزب النور اخطر واسوأ كثيرا من الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين بيلعبوا مع الامريكان وبيلعبوا مع الاسرائيليين، دول شويه دول حاجه ثانيه، هم دول نفس الحدوته. يا سيدي تعالى، لا انا هروح لبع العدويه، روحوا في 60 دقيقه. احنا بنكذب وبنقول مصر بلد متدينه بالفطره، انا بقول مصر بلد علماني بالفطره. اللي حصل امبارح هو ده، فلا بد ان احنا نحط دستور جديد يخطو بمصر الى الامام، دوله وطنيه مستقله مدنيه عصريه. انما انا اجي اتكلم عن دستور، مش بتكلم عن حدود مصر، مش حاطط حدود مصر، ده ايه ده؟ ده دستور لمين ده ان شاء الله؟ لموزمبيق ولا لمين؟ ولا عشان يدي حلايب شلاتين ويخلص موضوع دارفور ويدي سينا مش عارف لمين، وبعد كده ليبيا تاخد واحد تاني؟ مش ممكن. هذا الدستور يجب ان يسقط ولو اقتضى الامر. وخلونا بقى نتكلم بصراحه ونبطل الرومانسيات. مفيش ديمقراطيه ومفيش مجتمع انتقل الى الامام بدون دم. في دم نزل ودم هينزل وهينزل. قضيتنا ان احنا ما نعملهاش حرب اهليه وما نعملوش دم غزير. مفيش بلد خد حريته وخد ديمقراطيته بالمجان. فكره الرومانسيه اللي احنا قاعدين فيها ديت لا. زمان في تعبير طلع اسمه الاسلام المصري وما زال بيستعمل الان. انا بدعي ان انا كنت اول من استخدم هذا المصطلح في الصحافه. تعبير المصري. الاسلام المصري، تعبير الاسلام المصري في مواجهه اسلام البترودولار اللي كان جاي لنا، لكن لم اسمي احدا. اما جات في موقعه الدكتور نصر ابو زيد انا تحدثت عن الوهابيه وقلت، وده موجود في كتاب، ان الوهابية ربما تكون صلحت في مجتمع الجزيرة العربية واقامت دولة اسمها المملكة العربية السعودية، لكن ليس معنى هذا ان يتم تصديرها الى مصر، لان الاسلام المصري لا يستجيب لهذا المذهب. والحقيقة هي دي الجماعة. يعني سيد قطب هو هذه الجماعة، وخاصة المجموعة التي حكمت مصر.